كل إنسان من الضروري أن يكون في حياته ثلاثة أنواع من الأصدقاء: صديق يتحدث إليه، وصديق يعتمد عليه، وصديق يقضي معه وقتا ممتعا. طبعا هذا كلام علماء النفس، إلى أنه مع الأسف أصبح شعار البعض في هذا الزمان أنت صديقي حتى انتهاء مصلحتي. حنتكلم عن هذا الموضوع اللي يلامس الجميع بشكل أو بآخر مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الحمدان، مدرب تطوير ذات. هلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير للجميع. هلا وسهلا، يديك العافية. يعني ما تلاحظ أنه الفترة الحالية كثير ناس صاروا يشتكوا بموضوع الصداقة والأصدقاء، وأن الناس تغيرت، وأن الناس صارت مصلحجية أو مصلحية ويدوروا على مصلحتهم؟ تغيروا الناس ولا إحنا اللي تغيرنا، ولا الزمن هو اللي لعب فينا؟ لا هذا ولا هذا. يعني اختيار الأصدقاء يكون يعني من البدايات، يعني هي ما هي حصيلة تراكمات قديمة ربما مرت بالشخص، سواء أصدقاء في العمل، في الدراسة، فعامل الزمن يبين لك الشخص هذا إيش مكنون نفسه، إيش مثلا يرسل للآخرين. أنا أقول رقم واحد تقبلك أنت لنفسك وعرضك للناس. أنا أبدأ بنفسي قبل أن أطلب من الآخرين، مثلا أطلب منهم شيء مثلا وأنا أستطيع أن أعمله، فليه ما أكون أنا قدوة يكون لكسب الأصدقاء. أكيد، يعني الموضوع عميق. الصداقة أنا أشوفها علاقة مقدسة للأمانة، يعني لازم لها معايير لها، وتختلف من شخص لآخر، يعني أكيد مو كلنا نفس الشيء. لكن إيش المعايير السائدة؟ يعني إيش أكثر الناس بحكم تخصصك أستاذ أحمد، الناس أكثر شيء لما تقول له صديق إيش يجي في باله أول شيء؟ إيش تعريف الصديق عند معظم الناس؟ خلنا نقول الصديق هو أقرب إنسان إلى دائرتك القريبة، يمكن ينافس الأخ في القرب. الصديق هذا إنسان يظهر لك مكنون نفسه، يطلع ما عنده مثلا، تأتمنه على أسرارك، يكون إنسان باعث على الإيجابية، غير محبط أو غير مثلا سلبي في حياته، تكون يعني عنده قوة إيجابية تدعمك وتصعد فيك إلى المعالي. الآن نشوف يعني معظم الصداقات يعني ربما يشتكي البعض أنها صداقة مصلحة، أو أنه يبغاني أنا أخدمه في كل شيء وهو لا يبذل لي أي شيء فينسحب يبدأ، أو تكون صداقة مثلا ويكون الشخص هذا ينشغل في هموم الحياة، في أسرته، فيبتعد، فيظن الشخص الآخر أنه ابتعد عنه، يعني ترك للصداقة. وهو لازم أنك تعطي حتى للصديق تعطيه فرصة مثلا أنه يلتفت لجميع الجوانب، مو بس يكون معك أنت بالذات. الصداقة رباط قوي ورباط يعني شبه مقدس. كثير من الأصدقاء يعني مشت معهم عشرة عمر وكانوا أوفياء إلى آخر الوقت. نعم. عكسهم يقابل الشخص الشيء المضاد. إنسان يعني يكثر الشكوى، يكثر اللوم، يبوح بالأسرار، يتعمد إحراجك أمام الآخرين. صحيح. هذا نهرب منه ونبتعد. خلينا نتكلم عن الصداقة اللي هي الصداقة القوية اللي بين شخصين، اللي من الطفولة، اللي لها سنوات وعشرة وأشياء كثير. هل لازم إننا نحط حدود لهذه الصداقة، ولا المفروض تكون هناك ثقة عمياء بين الأصدقاء؟ لا هذا ولا هذا. الثقة العمياء ربما تورد ما نقول المهالك، لكن لا، ما نخليها ثقة عمياء ولا تكون يعني انسحاب. نعم. تكون عملية وسطية بين الصديقين. يقف معه في المواقف الشدة، يعني أرى بعض الأصدقاء مثلا كل ما طلبك وجدك. صحيح. وحينما تبحث عنه ما تحصله. هذا يعني هو هذا صاحب المصلحة، واللي نطلق عليه أنه يعني إنسان يبحث فقط عن ذاته. لكن لما أكون مع صديق يبادلني هذا الشعور، يكون انا مكمل له وهو مكمل لي مثلا في 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 دوام او في دراسه، او وتبقى الى ما شاء الله في هذه الصداقه. ربما الصداقه هذه تنعكس على الابناء، ولقينا كثير يعني في المجتمع يعني عززوها برحم وعززت الصداقه بقرب اكثر. نعم. هذه لما تكون الانسان بعيد عن الانانيه وبعيد عن حب الذات. صح. يعني تقبل صديقك كما هو. نعم.
مفروض انك ما تكلفه ما لا يستطيع او تكلفه باشياء تنفره منك. نعم يعني استاذ احمد ذكرت المصلحه في كذا يعني نقطه من الموضوع اللي احنا نحكي فيه، وكذلك المجتمع نفس الشيء، دائما يقول لك هذا راعي مصلحه. يمكن حتى في بدايه حديث ريم نفس الموضوع، المصلحه المصلحه المصلحه. ليش احنا دائما نشوف المصلحه شيء سلبي؟ المصلحه شيء طبيعي وارد، واحنا كلنا احنا اليوم مصلحتنا ان انت جاي تعطينا معلومات عن الصداقه، يعني احنا نحتاج نسمع من شخص مختص مثل حضرتك، يعني المصلحه متبادله دائما. ليش احنا دائما نشوفها شيء سلبي؟ ليش ما تكون شيء ايجابي عادي؟ انا استفيد منك مثلا من خبرتك، من وضعك، من علاقاتك الاجتماعيه، وانت تكون يعني تاخذ مصلحتك مني من شيء معين، يعني في مصلحه تكون طبيعيه بين الناس. إذا زاد على الشيء عن حده ينقلب إلى ضده. إيش المصلحة اللي مش مقبولة؟ أيوه، مصالح غير مقبولة، هذا الشخص اللي يبحث عنك دائما، يحاول أنك مثلا تكون بقربه دائما، تلبي رغباته، يبدأ مثلا يمون عليك أكثر، لكنه في الحقيقة هو يعني ما هو إلا يعني يمثل هذا الدور، وسرعان ما ينكشف بعض يعني الايام تكشف الاشياء هذه. ولا ان قصدي يعني انا اتوقع ما ادري اذا تتفقون معي او تختلفون، يعني في بعض الناس تتعرف عليك لهذا السبب، انه انا اعرف انه فلان يقدر يخدمني في هذا الشيء، مجرد ما انت منه يمكن الناس هذا اللي تقصده، بس احنا نتكلم عن مصلحه بشكل عام ودائما هي المتهمه. وانا احس انه لا عادي، يعني اذا صديقتي واحبها طبعا بخدمها بعيوني، والعكس والعكس صحيح يعني. بس انه اذا تمادى في الطلب في الطلب في الطلب، وحينما ابحث عنه ما اجد الشخص اللي يقف معي، هذا في الحاله دي يعني يسبب نفور، يسبب لا سمح الله قطيعه او ابتعاد. نعم. سواء مباشر او غير مباشر. نعم. متى تتحول الصداقه الى علاقه مسمومه؟ يعني حضرتك قلت انه المفروض نتقبل بعض زي ما احنا، يعني ممكن يكون بعض الاصدقاء يشتكوا طول الوقت، نظرتهم سوداويه، متشائمين، يجيبوا لي طاقه سلبيه، طب مو المفروض ان انا اوقف معاه واتقبله، ولا المفروض اني اسحب نفسي لانه والله اصبحت العلاقه سامه وهذا بدا ياثر علي؟ العلاقات السامه تكون يعني في يعني هي حصيلة تراكمات قديمة. نعم. يعني مرت فترة وفترة أخرى وأعطيته مجال أعطيته مجال. هي تعتمد على عدة أشخاص. شخص يتعمد إحراجك أمام الآخرين، يتعمد إظهار سلبياتك، يتعمد إظهار أسرارك، هذا علاقة سامة. نعم. شخص يعني يصيبك قشعريرة، اسمحوا لي بالكلمة ذي، إذا شفت رسائله في الجوال أو اتصال تقول الله يكفينا شر هالآدم. اي هذا ما هو صديق. ايوه هذا مو صديق. أي. هذا ابتعد عنه، يعني فر منه فرارك من سواء مرض او اي شيء. صح. لذلك العلاقات السامه زي كذا، يا تكون مثلا شخص غثيث بالمعنى الدارج. صح صح. أي يعني يتعمد حتى انه يناديك بألقاب غير مستحسنة. صحيح. يتعمد أنه مثلا يحرجك قدام الناس، يحرجك أمام الناس أو يزورك في أوقات غير أنت غير مهيئ. صحيح. ويبدأ يلومك، ليه ما رديت علي، ليه ما جيت، ليه ما مريت له. هذا من زود الميانة. أيوه، أنه أنت تتعمد إيذائي وأنا أجي لحدك، مو معقول. مو معقول، مو معقول طبعا. طب أنا عندي سؤال يا جماعة، وأتوقع يمكن كلنا نعيش هذا الواقع، ليش كل ما كبرنا تقل دائرة الأصدقاء ويقل عددهم اللي حقيقي أقول هذه صديقتي؟ مش معارف، معارف يكثرهم، لكن الصديق ليش؟ يعني وإحنا مثلا في المدرسة عندي 50 صديقة، في الجامعة عندي 20 صديقة، لما فعليا ليش هذا؟ يعني أنا أتوقع ينطبق على الجميع، ليش برأيك؟ يعني ربما يعني نعزيها أن الإنسان وصل إلى مرحلة إدراك، مرحلة أنه خلاص الآن صار عندي اكتفاء مثلا. مرحلة إدراك؟ هو الإدراك يعني أنه خلاص هذا صديق، ألزم على صديقي هذا واستمر معه في صداقة أو شيء. لذلك تشوف يعني كبار السن أو كذا يؤلف مجموعة، هو يرتاح لهم وهم يرتاحون، كنت تصفوا على شخص شخصين، أي شخصين، وتلقاهم في رحلاتهم مع بعض. صحيح. سفراتهم مع بعض. صح. يعني كأن الواحد أمام صديقه كتاب مفتوح. نعم. يا فلان اليوم نبغى نجتمع في المكان الفلان، يبادر يترك اي عمل عنده، يبادر الى صديقه، طلبه في شيء او يكون مستعد وموجود.
يعني نقول يعني في مرحلة بداية العمر يمكن تعرض أشياء كثيرة، بس التمحيص والأشياء هذه تجي بعد اكتساب الخبرات ووصول إلى سن معينة مثلا، خلاص أنا أعرف أن صديقي هذا إنسان صادق ولا يتصنع أمامي ولا أنا أتصنع أمامه. المفروض المفروض البعض ممكن يمر بمرحلة سيئة أو بتجربة سيئة من علاقة مع صديق ما لسنوات طويلة ويخذل هذا الصديق ويشعر أنه هو خانه أو خذله أو ما كان الصديق الصحيح فتسبب لي حالة نفسية، أنا ما أبغى أصدقاء في حياتي خلاص، أنا أكلت من هذا التدخل من هذا الجحر، ما أبغى مرة ثانية صداقات، ما أبغى يصير لي زي ما حصل لي قبل كده. فكيف المفروض الواحد يتعامل مع هذه المشاعر حتى يتجاوزها؟ لا يجوز أنه مثلا يسقط ما فعل شخص على الأشخاص الآخرين، صح، لأن بس لا شعوريا الواحد يربط الواحد لا تربط ولا تقول تفرط تقول أنا اللي اخترت كان اختياري سيء أو اختياري، اعرف ان اختيارك في هذاك الوقت او ذاك الزمن هو افضل اختيار في ذيك اللحظه. حلو. اي ما تقول تلقي اللوم تقول ليتني ما تعرفت على فلان، او اعرف ان اختيارك في ذاك الوقت اي عمل قمت فيه ان كان في دراسه او اختيار صديق او سكن في مكان، لو عرفت ما سكنت في المكان الفلاني، لو عرفت ما صادقت الشخص الفلاني، نعم، اعرف ان اختيارك القديم هذا اللي قبل 10 سنوات كان افضل خيار لك في ذيك اللحظة في ذاك الوقت وليس الآن. صحيح. الآن ممكن تغير ممكن. طب خلنا نتكلم عن إنهاء العلاقات الصداقة، إنهاء علاقات الصداقة، يعني أكيد في مرحلة ما الواحد يحس إنه خلاص أنا اكتفيت من هذا الصديق ومن تصرفاته ومن وجوده لأي سبب إن كان وتختلف الأسباب. كيف بطريقة معينة ودبلوماسية من وجهة نظرك أستاذ أحمد ننهي هذه العلاقة بدون ما نجرح، بدون على قولهم نقول دائما نخلي ختامها مسك؟ أيوة. يعني الواحد ما وده يعني وهو رايح خلاص يعني يزعل أحد أو أحد يزعل منه، فإيش الطريقة الأمثل أن أنا أنهي علاقتي بشخص كانت تجمعني فيه علاقة صداقة؟ يعني ربما يكون الانسحاب بطريقة تعكس أدب الشخص. صحيح. أو ما في داخله، يعني يتذكر المواقف الإيجابية، يتذكر أنه كان وقف معه في فترة من الفترات، يحاول أنه يدعمه بانسحاب غير مؤذي، انسحاب تكتيكي. أيوة، أنه أذكرني بخير وأذكرك بخير وانتهينا. الانسحاب يعني يكون من الطرفين، أنه والله خلاص جمعتنا علاقة كأننا كنا راكبين باص وكل واحد الله سهل عليه ومشى طريق. يعني لازم قصدك أصرح؟ لأن أنا صراحة أنا من الشخصيات، وأنا ما أحب يعني أضرب مثال لنفسي، لكن أنا من الشخصيات اللي ما أحب أزعل أحد ولا 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 أقدر أواجه في هذه المواقف، يعني ما أقدر أقول خلاص اللي بيننا انتهى، أحس صعبة. لا تلقي اللوم على نفسك، لا تلقي اللوم لا على نفسك ولا على الآخرين، انسحب بطريقة غير مؤذية للطرفين. ما نقول يعني أيوه انسحب وخلاص. أيوه خلاص تنتهي العلاقة دي. وهناك حكمة قديمة، كل صرخة مصبة وادي السكون. يعني تبدأ كل شيء يبدأ بصرخة، الحياة وبداية الميلاد يبدأ بصرخة، والحياة تبدأ بصرخة، لكن الصرخة هذه يوم من الأيام رايحة تذبل، رايحة تنتهي، رايحة تسكت، بيوصل إلى مرحلة السكون. فأنت ابدأ الحياة هذه واجعل الصرخة هذه مستمرة. الصرخة هذه هي ديمومة الشيء، حتى أن الله يرث الأرض من عليه. والله يا أستاذ أحمد يعني أنا أعتقد أن الناس اللي ينسحبوا على فجأة ويختفوا من حياتك بعد ما كانوا جدا قريبين وفجأة يقرروا بدون ما يذكروا هذه الأسباب وبدون ما يكون هناك مواجهة تراها تألم. يفضل الإنسان طول عمره في أسئلة وملامة وضميره يأنبه، طب أنا إيش سويت؟ طب رد علي، طب أكيد في سبب، قل لي سبب في وجهي، أنا شخصيا قل لي سبب في وجهي، ترى أنا ما أبغاك لأني كذا 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 وخلاص يكفي، ولا إني تخليني أعيش في أوهام. حتى معي؟ ما ألقي اللوم على نفسي أو أجلس مثلا أجرح في نفسي أقول أنا اللي بديت بالزبط. أنا اللي أخطيت، أنا ما أدري إيش، ليش الشخص هذا ما يرد ليه ما بالزبط. أنا لست قاضيا حتى أكون حكم وقاضي مع بعض. ربما عنده من المشاغل ما يشغله عني، ربما يعني أشغلته الحياة، ظروف الحياة. الآن يعني نمر بتسارع حتى في الزمن، انت اليوم واحد الشهر اسبوعين ثلاثه انتهى الشهر بالضبط، تنتهي العام
العام الماضي نقول باقي 12 شهر ويجي رمضان، الآن باقي 30 يوم أو أقل، ربما 29 يوم يأتي رمضان. لذلك أنت خل في حياتك محطات، لا تلقي اللوم على الناس ولا تلقي اللوم على نفسك، أنا السبب، أنا المدري إيش، لا لا، هي ربما تكون علاقة وتنتهي والله يذكره بخير وتنتهي على ما نحب جميعا. نعم أستاذ أحمد الحمدان، شكرا لك وشكرا على كلامك الراقي والجميل عن الصداقة، شكرا. يعطيكم العافية وسعدت والله بلقائي معكم، موفقين جميعا والله يعطيكم العافية. الصداقة يمكن علاقة مقدسة وأكيد لا نخلطها بينها وبين العلاقات أو بينها وبين المعارف، الصداقة يعني شيء جدا جميل، احتفظوا بالأصدقاء الحقيقيين واللي موجودين في حياتكم. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل خبز الاشتراك بأيدي سيدة سعودية.